بعد استكمال الخط السريع الرابط بين البصرة وبغداد، افتتح وزير الإسكان والإعمار والأشغال والبلديات بنجين ريغاني 40 كيلومترا من الطريق الدولي بين العاصمة ومحافظة الأنبار كمرحلة أولى، مع استمرار الأعمال لحين إتمام الطريق على طول المناطق الغربية. توجيه دولة رئيس الوزراء المحترم بضرورة الإسراع بإنجاز هذه المشاريع. اليوم لدينا افتتاح لطريق مهم أو لجزء مهم من الطريق السريع الدولي اللي الآن شهدنا افتتاحه، اللي هو المقطع التاسع من الطريق الدولي للمرور السريع. أهمية هذا المشروع أو هذا العمل تكمن في أن هذا الطريق قد ألحقت به أضرار كبيرة نتيجة ما مرت به ظروف البلد من ظروف أمنية وتفجير بعض القناطر والجسور وتضرر سطح الطريق نتيجة العمليات الإرهابية العصابات الإجرامية في أوقات سابقة. الآن بدأت دائرتنا في تأهيل هذا الطريق بعدما أنجزت القاطع الجنوبي الممتد من البصرة إلى بغداد، توجهنا باتجاه القاطع الغربي، واليوم الحمد لله أنجزنا الجزء الأول من القاطع الغربي اللي هو طوله 40 كيلومتر بممرين بطول كلي 80 كيلومتر. تم إعادة هذا الطريق وفق المواصفة الفنية المعتمدة عالميا للطرق السريعة. تم استخدام البوليمر كمادة إضافية أدخلت إلى البلد مؤخرا. هذه المادة تجعل من خواص الإسفلت محسنة وتتحمل درجات الحرارة العالية وكذلك تتحمل الأحمال البطيئة. الإسكان والبلديات حقيقة لا تكفي بالغرض الخاص التي كانت محدودة أمام. بحضور معالي وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وكذلك النائب الفني محافظ الأنبار وسعادة سفير دولة أوكرانيا والشركة المنفذة لمشروع إعادة تأهيل الخط السريع من محطة صفر إلى 40، يعني من بداية حدود مدينة الفلوجة مع بغداد الجهة الشرقية إلى الصقلاوية تقريبا. اليوم افتتحنا هذا الطريق، طبعا الطريق شمل إعادة تأهيل بشكل كامل. بفضل من رب العالمين تم افتتاح مشروع تأهيل طريق المرور السريع رقم 1 الممتد من تقاطع أبو غريب باتجاه الفلوجة بطول 40 كيلومتر. تم تنفيذ المشروع بمواصفات فنية عالية وبتمويل من البنك الدولي وبإشراف دائرة الطرق والجسور وبتنفيذ الشركة الأوكرانية شركة ألتكوم بكلفة 35 مليون دولار وبمدة تنفيذ 450 يوم. تم قشط المناطق المتضررة وإعادة الإكساء بالأسفلت المبلمر بمواصفات فنية عالية لتحمل الأوزان المحورية ودرجات الحرارة العالية. تم تقليصها بنسبة كبيرة جدا إلى حوالي الثلث.